النهاردة هنتكلم عن عنصر معظمنا ممكن يكون لما بيبدأ دايت بيهمله أو إن هو بيلغيه تماما أو بيقول هو ملوش لازمة علشان إن أنا أنزل بسرعة. بالظبط، الكربوهيدرات. الكربوهيدرات ديت يا جماعة مصدر رئيسي للطاقة، يعني أنا علشان أتحرك وتبدأ العمليات في جسمي من عملية التنفس والهضم والامتصاص وحركة الجسم وحركة الأعضاء الداخلية ديت كلها بتبقى معتمدة على الطاقة، والطاقة دي بنحصل عليها من الكارب، ونسبة البروتين اللي بتتناوليها بتبدأ ان هي تشوف وظيفتها عن طريق ان هي تبني الجسم وتصلح التالف من الخلايا. وعشان كده تم تقسيم الكربوهيدرات لنوعين، في كارب بتكون بسيطة وكارب بتكون معقدة. واشهر السكريات البسيطة ديت اللي هي بتتمثل في سكر المائدة زي اللي احنا بنضيفه مثلا على العصائر اللي هو السكر الابيض، او سكر اللبن اللي هو سكر اللاكتوز، او سكر الفاكهة اللي هو الفركتوز. اضافة كمان لسكر المالتوز وهو سكر الشعير. ونيجي بقى للجزء التاني وهي الكربوهيدرات المعقدة، ودي بتكون متمثلة في الحبوب الكاملة وكمان البقوليات بالاضافة كمان للخضروات. فانت لو لغيت الكربوهيدرات من النظام بتاعك فانت كده بتمنع كل انواع الفيتامينات والاملاح المعدنيه انك تاخدها. صح ان احنا ندور على الكربوهيدرات المعقده اللي تكون غنيه بالالياف علشان تزود نسبه الشبع، مش بس كده، ده الالياف الغذائيه مهمه جدا لصحتنا لانها بتقلل نسبه الكوليسترول وبتنظم سكر الدم وبتساعد ان احنا ننزل في الوزن، كمان بتعمل على تنظيف القولون وفي نفس الوقت بتقلل من حدوث الامساك والتخلص من سرطان القولون. واشهر الامثله على الكربوهيدرات اول حاجه الحبوب الكامله، والحبوب الكامله دي متمثله في الارز البني وكمان الشوفان بالاضافه كمان للبرغل والشعير والكنوة والغله، وكمان البقوليات اشهرها الفول والحمص والعدس او الترمس، ومش هننسى الخضروات النشويه وديت اغلبها بتكون في البطاطس والبسله والجزر والبنجر بالاضافه كمان للقلقاس. يعني باختصار شديد الكربوهيدرات مش موجودة في الرز والمكرونة والدقيق وبس، هي موجودة في كل حاجة من حوالينا بس احنا مش مركزين فيها. ودلوقتي عليك ان انت تختار علشان تتناول الاكل الصحي بناء على سعرات الحرارية وكمان نظامك الغذائي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو الجاي.